علمتني الحياة في ظل العقيدة ألا تضيع فرصة في طاعة، فإن لكل متحرك سكونا ولكل إقبال إدبارا. ورحم الله أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يوم يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. من لي بمثل مشيك المعتدل تمشي الهوينا وتجي في الأول. خرج أبو بكر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عمره في الإسلام بضعة أيام، وعاد وهو يقود الكتيبة الأولى من كتائب هذه الأمة، عاد وقد أدخل في دين الله 6 من 10 المبشرين بالجنة يأتي يوم القيامة وهم في صحيفة حسناته. وبعضنا يعيش 20 عاما و30 عاما و60 عاما و100 عاما وما هدى الله على يديه رجلا واحدا إلى الله، نشكو ضعفنا وتقصيرنا. ليس هذا فحسب، يمر يوما من الأيام على بلال رضي الله عنه وأرضاه وهو يعذب في رمضاء مكة وبه من الجهد ما به، وهو يقول: أحد أحد، فيقول: ينجيك الله الواحد الأحد، ويذهب ويرى أنها فرصة لا تتعوض لإنقاذ هؤلاء الضعفاء لئلا يفتنوا في دينهم، فيصفي تجاراته ويصفي أمواله، ويأتي إلى أمية بن خلف ويأتي إليه ويقول: أتبيعني بلالا؟ قال: أبيعك، لا خير فيه. فيعطيه 5 أواق ذهبا، فيأخذ هذه 5 ويقول: والله لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك بلالا. قال: ووالله لو أبيت يا أمية إلا 100 أوقية لأخذته منك، لأن لأبي بكر موازين ومقاييس ليست لهذا ولا لغيره من البشر، فرضي الله عنه وأرضاه. يقول أبوه: إن كنت ولا بد منفقا أموالك فانفقها على رجال أشداء ينفعونك في وقت الشدائد. فيقول: أبتاه، إنما أريد ما أريد. ماذا يريد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ إنه يريد ما عند الله، ويريد وجه الله والدار الآخرة. يقول الناس: ما أعتق بلالا إلا ليد كانت له عند بلال، يعني لمعروف أسداه بلال إليه فأراد أن يكافئه بذلك، فيتولى الله سبحانه وتعالى الرد من فوق 7 سماوات، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. رضي الله عنه وأرضاه قد كان سباقا إلى كل فرصة يغتنمها.